نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: تخصيص قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة من أجل تذكير الناس، هل من السنة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ليس من السنة أن تقرأ سورة الجمعة في الفجر، إنما تقرأها في الجمعة. الجمعة، صلاة الجمعة، تقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، أو بسبح والغاشية. أما الفجر فيقرأ فيه، السنة أن يقرأ فيها ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وفي الأولى. والثانية تقرأ فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، هذه السنة. أما من يقرؤون سورة الجمعة في الفجر هذا خلاف السنة. نعم.